السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ لقاءنا بعد قليل إن شاء الله لما الإخوة يدخلوا معانا. انتظار إن شاء الله الأخوة يدخلوا معانا النهارده عشان المحاضرة. تقريبا مفيش حد دخل لحد دلوقتي، واضح إن في مشكلة في اللقاء في الدخول على المنتدى. فمنتظرين ربنا يستر إن شاء الله. السلام عليكم. هو في مشكلة في الدخول على الموقع ولا إيه؟ لأن في عدد، يعني مفيش حد داخل علينا لسه، في مشكلة ولا إيه؟ في صعوبة في الدخول على الموقع ولا في مشكلة ولا حاجة؟ أمال لسه يعني الأخوة مالهم كده اتأخروا الطلبة يعني؟ تمام، يعني مفيش مشاكل. أوكي النت ماشي. في مشكلة، أنا أصلا وأنا جيت لما أدخل كمان النت عندي كويس أصلا، بس كان في مشكلة في الدخول في الموقع، في حاجة يعني. فإن شاء الله ربنا ييسر بإذن الله تمشي معاك. ماشي يا سيدي، انت كويس، حظك كويس، او انت عندك كويس. انا برضه دخل عندي يعني قلق شويه كده وبعدين ظبط يعني كيف. انتظر بس شويه كده لما الناس بتحاول تدخل، اكيد دلوقتي ان شاء الله نبدا المحاضره، يعني دقيقتين كده ولا حاجه ونبدا ان شاء الله المحاضره. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. ما انا يعني خدت بالي، انا برضه داخل يعني شوية كان في مشاكل، فانا منتظر ما فيش مشاكل يعني معاكم يعني ان شاء الله.
إن شاء الله ربنا يكرمنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني الناس بقى تدخل كويس أوقات، يعني تفضل بس كده لما يعني واضح الموقع نفسه في حاجة بتاع الجامعة في مشكلة في ما. لا هي مش موضوع نت، فعلا موضوع موقع الجامعة، الموقع بتاع التدرس كان في مشكلة. بس ماشي، لو انت حسيت ماشي تمام ممكن إن شاء الله تمشي على خير. يعني لسه بوفر صوتي عشان المحاضرة. أيوة يس، أنا منتظر إن شاء الله، يعني بقدر الإمكان نأخر شوية على ما الناس، معظم الناس تدخل إن شاء الله، ربنا يكرم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نبدأ دلوقتي ولا ننتظر شوية؟ يعني ما انتوا شايفين، ايه رأيكم؟ طيب تمام، نبدأ بقى ان شاء الله اللقاء بتاعنا. اللقاء ان شاء الله النهارده هو اللقاء 11، بعد الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا النهارده في اللقاء 11 اللي هنكمل فيه المحاضرة بتاعتنا اللي بدأنا نتكلم فيها على ايه؟ ها؟ على الترويج. وقفنا في المحاضرة السابقة عند الصفحة 26 وعند العنوان عناصر المزيج الترويج. يبقى احنا كده خدنا مزيجين، المزيج التسويقي والمزيج الترويج. المزيج التسويقي اللي احنا قلنا لو السلع اربع عناصر اللي هم المنتج والسعر والترويج والتوزيع، ولو اتكلمنا على الخدمات قلنا سبع عناصر بنضيف العنصر البشري والبيئة المادية والعمليات. النهارده بقى هندخل يا اخوانا معاكم كده في يومنا النهارده، والنت فيه مشاكل بس احنا برضو ايه نتحدى النت وهنشتغل النهارده ان شاء الله. هنتكلم بقى على عناصر المزيج الترويجي. عناصر المزيج الترويجي المقررة في الكتاب هي عديد من العناصر، المفروض 6 ولا 7 ولا 8، لكن احنا هنركز فيهم على اربع عناصر: الاعلان والبيع الشخصي وتنشيط او ترويج المبيعات والعلاقات العامه. تمام كده؟ ماشي. نبدا باول حاجه اللي هو الاعلان. تمام؟ كلنا عارفين اعلانات، وياما شفنا اعلانات وعجبتنا اعلانات واتضايقنا من اعلانات واتبسطنا من اعلانات، وفي اعلانات شجعتنا ان احنا نشتري منتجات معينه، وفي اعلانات كرهتنا في منتجات معينه. اذا الاعلان فكرته هل له تاثير ولا ليس له تاثير؟ له تاثير، قد يكون تاثير ايجابي او تاثير سلبي، المهم هو بيأثر. كويس؟ عجبني الاعلان واقتنعت بيه يبقى تاثيره ايجابي واروح اشتري، او افكر ان اشتري واروح اسال واشوف. اما اذا كان دمه تقيل وما اقنعنيش وما شدنيش وما حفزنيش او اثرني بحيث ان انا اروح اشتري، يبقى هذا الاعلان لم يعطي الرساله المطلوبه منه. فكرة الترويج زي ما احنا قلنا هي فكرة مبنية على نموذج التواصل اللي هو فاكرينه خدتوه في السلوك التنظيمي، المرسل والمستقبل والرسالة والتشويش وقناة الاتصال، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ الناس نامت. طب كويس، الناس فاكرينها، تمام. طيب النهارده بقى هنكمل في الإعلان. إيه هو الإعلان؟ الإعلان هو أن الشركة تمثل المرسل، والمستهلك يمثل المستقبل، وهناك رسالة أو ما معناه معلومات أو أفكار الشركة عايزة تنقلها أو توصلها للمستهلك، صح الكلام؟ ماشي.
يبقى الإعلان هي وسيلة ولا مش وسيلة لنقل الأفكار والمعلومات؟ وسيلة لنقل الأفكار والمعلومات، ماشي الكلام؟ بهدف إيه؟ تهدف لحاجتين، تغيير رأي الشخص أو تعديل رأي. يعني تغيير رأيه، هو كان بيشتري بيبسي، أنا بعمل إعلان الكوكولا خليت حول الكوكولا، يبقى هنا إيه؟ غير ولا ما غيرش؟ غير. أو تعديل، إن هو بيشرب بيبسي وأنا إعلان بيبسي هثبته إنه بيشرب بيبسي ويظل على هذا الحال، يظل عميل. هل الإعلان ده نشاط جديد ولا نشاط قديم؟ نشاط قديم منذ قدم الأزل. حد يقول لي إزاي؟ يا سيدي من أول الأنبياء وكانت عندهم رسالة بيوصلوها، فالرسالة هي معلومات وأفكار بيوصلوها، إذا كان هناك إعلان فالإعلان موجود منذ زمن كبير. نيجي لحاج كوتلر اللي هو حبيب الملايين، كوتلر دوت بتاع التسويق، ربنا الروحي في الماركتينج في التسويق. قال لك الإعلان هو عبارة عن إيه بقى؟ أي شكل من أشكال الاتصال، أي شكل، اتصل بعينيا، اتصل بإيديا، اتصل بالثاني، اتصال بلغة الجسد، اتصال بالتليفون، أي طريقة اتصال، ركز معايا، أي شكل من أشكال الاتصال، بس الشخصي ولا غير الشخصي؟ غير الشخصي. إيه الفرق بين اتصال شخصي واتصال غير شخصي؟ الاتصال الشخصي معناها إن الطرفين بيقابلوا بعض ويسلموا على بعض ويعني فيس تو فيس. اما الاتصال غير الشخصي فان هناك شخص يقدم هذه المعلومات ولكنه لا يملك للشركه بصله. يعني محمد صلاح او بيبسي لما عملوا اعلان بتاع بيبسي كانوا هم بيشتغلوا بيبسي؟ لا. هل هم تبع فريق نفسه بتاع بيبسي؟ لا. فهم هنا ناس عملوا اعلان وخدوا مقابله ايه؟ ها، مقابل مادي. كويس. يبقى هي اي شكل من اشكال الاتصال غير الشخصي لتقديم الافكار او لنقل الافكار وترويج السلع والخدمات من خلال ايه؟ ها، من خلال ايه؟ ها، جهه متخصصه ومعروفه. هل الاعلان مدفوع الاجر؟ بسم الله ما شاء الله، من غير حسد، العم ميسي والحاج رونالدو وقريبنا محمد صلاح بياخدوا، ها، بياخدوا ايه؟ ها، مبالغ بالها، مبالغ كبيره، يعني مش عايزين نحسدهم زي ما هو وقت لبسه في الحيطه عبر حادثه بالعربيه. فهو مدفوع الاجر، اي ان الشركه تدفع في مقابل هذا الاعلان. واضحه؟ تمام، كله مركز؟ تمام. يبقى احنا التعريف ده مهم، تعريف الاعلان يجي فيه سؤال. خلاص؟ طيب، نيجي بقى لخصائص الاعلان. هل اعلان له خصائص؟ اه طبعا. ايه خصائص الاعلان؟ احنا قلناهم ان هو ايه، نشاط شخصي ولا غير شخصي؟ غير شخصي. خلاص؟ هدف الاعلان ايه؟ انا عامل اعلان ليه؟ عشان نجيب حد يغني في الاعلان ولا نفرحان بالناس اللي جايه؟ لا طبعا. الهدف من الاعلان هو اقناع، ها، واغراء العملاء بايه؟ ها؟ بشراء السلعة والخدمات. خلاص. وبالإضافة إلى أدوم معلومات عن المنتج بحيث ممكن يكون وصل لهم معلومات غلط. يعني مثلا لما يطلع إشاعات تقول لك والله إن السيارة الهيونداي ضعيفة وغير وجوانبها ضعيفة وما إلى ذلك، فنعمل إعلان بقى نجيب العربية وهي داخلة مع واحد محترف بقى بيعمل إيه حاجات بقى إيه مخاطر وكلام بتاع السيارة. يبقى هذا الإعلان كان الهدف منه إيه؟ ها؟ تقديم أفكار، ها؟ ومعلومات. واضح يا شباب؟ ها؟ واضح الامور؟ انا طبعا يعني مقدر المشاكل بتاعت الدخول في الموقع، يعني بس احنا والله استنى اكثر من 7 دقائق عشان نبدا معاكم، وقد يعني احنا ما يعني مش هنعرفش حاجات كتير يعني، فالناس اللي داخله معانا ان شاء الله باذن الله مش هيلاقوا في مشكله باذن الله. طب ادعو بس للناس اللي هي ايه مش عارف يدخل، تدخل بقى ان شاء الله. واحد الله، واحد الله، ربنا يكرم. اه صح، انا نفسي دخل لما جيت دخلت في الموقع برضه عمل معايا مشكله مع النت عندي كويس جدا يعني، بس لقيت في مشكله فعشان كده يعني قلت معلش يعني انا مقدر الظروف يعني، بس يعني ربنا ييسر ان شاء الله. تمام. نكمل ولا نقوم نروح كفايه كده النهارده؟
لا نكمل تمام، الناس يعني مستعدة وتضحي بسعادتها وراحتها وزهقها معانا في البتاع. تمام، نبدأ بقى إن شاء الله نكمل الكلام بتاع. الحاجة التانية، إن إيه وسائل اللي بستخدمها علشان الوسائل اللي بنستخدمها علشان نعمل إعلان؟ عندنا وسائل كتيرة زي التليفون، التلفزيون، صح؟ زي الراديو، الصبح تفتح الراديو وتلاقي العربية كده ورايح مشوار تسمع القرآن الكريم أو البرامج بتاعت الصبح على اللي هي بتاعت الام بي سي أو روتانا على الراديو، أو لك أنت سيادتك مثلا تشوف الجورنال أو المجلة أو الصحف أو تخش على النت وغيرها. كل الحاجات دي كلها أصبحت طرق أو وسائل لإيه؟ للإعلان. يس، والسوشيال ميديا بروجرامز برضه وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. بس في شرط مهم جدا عشان تعمل اعلان، لو ما نعمل اعلان لازم يحدد فيه من الذي قام بالاعلان، عشان لو عمل مصيبه نقدر نجيبه من قفاه. لو عمل مصيبه ايه؟ نجيبه منين؟ من قفاه. ليه؟ لان احنا عارفين ايه هي الجهه اللي عملت هذا الامر. اخر حاجه، الاعلان قلنا هو ايه؟ جهد ماله، مدفوع الاجر ولا غير مدفوع الاجر؟ ها؟ ها؟ مدفوع الاجر. احنا في صفحه 27 عند العنوان اللي هو الفرق بين الاعلان والاعلام، والفرق ده مش مهم قوي، مفيش في الامتحان، بس هشرحه بسرعه كده. ما احنا شرحناه، ما احنا يعني طب نخلص ربنا يستر بس انا عشان ما يرجعش تاني، يعني احنا قاعده منتظرينكم وانتم اخرتم فيعني لا قدر الامكان. ماشي، عندنا الفرق بين الاعلان والاعلام او الاعلام والدعايه. الاعلام، بص بقى، يقول لك ايه وظائف الاعلام او هيئه الاعلام، ايه بقى فكره الاعلام او تعريف الاعلام؟ الاعلام يقصد به كل ما ينشر من حقائق ومع اثبات من حقائق. يعني انا بعلمك بشيء، اعلمك على شيء صح ولا غلط؟ صح. يبقى الاعلام يقصد به كل ما ينشر من حقائق ومعلومات واخبار من خلال وسائل الاعلام المختلفه، كان مرئيه ولا غير مرئيه. ليه؟ عشان نمد الجمهور بمعلومات والاخبار ونشر الثقافه وتنميه الوعي الاجتماعي، ده اسمه اعلان، ده دور الاعلام. اما الاعلان فهو جزء من الاعلام، يعني احنا ممكن نقول ان الاعلان جزء من الاعلام. اما الدعايه، الدعايه دي بقى يعني ربنا ما يحكم بيها على حد، الدعايه دايما شيء سلبي ولا شيء ايجابي؟ تمشي الاثنين، تمشي الاثنين، تمام، تمشي الاثنين سلبي وايجابي. يعني لو جيت مثلا ايه قعدت اكتب بقى مقالات عن الشركه، انا صحفي مثلا الحياه ايجابيه و و و و، يبقى زي الفل، يبقى انا هنا ايه؟ ها؟ دعايه ايجابيه. اما الدعايه السلبيه نتكلم عليها شيء سلبي. يبقى الدعايه عباره عن ذلك النشاط او المجهودات او اي حاجه نقوم بها من اجل ايه؟ للتاثير في الجمهور ومعتقداته تجاه شيء معين. يعني مثلا والله كانوا بيكرهوا السيارة مثلا او بيكرهوا المنتج دوت، لا انا هحاول اغير بقى وجهه نظره في هذا ايه المنتج. ماشي الكلام؟ او شخص معين كان بيحبوش شخص معين مثلا، ما بيحبوش الدكتور سيد مثلا بيبقى محاضر تسويق، فانا قعدت اقنعهم بقى الدكتور سيد ده كويس يا جماعه، لا وارتب بقى واكلم صحاب الصحفيين اللي فيهم مقالات عني ان انا عبقري وان انا مش عارف ايه وان انا زي الفل. كل الكلام ده كله هيؤثر ولا مش هيؤثر على الجمهور؟ يا سلام، يؤثر على الجمهور. ماشي الكلام؟ او فكره معينه وما الى ذلك. الدعايه ترتكز على الغرائز والدوافع الفطريه والمكتسبه، يعني انا بلعب على ايه؟ على الدوافع والغرائز والدوافع الفطريه من اجل التركيز عليها. وانا استخدم بقى ندوات مؤتمرات حاجات زي كده. اللي يهمني بقى دلوقتي انواع الاعلانات، دي من الحاجات المهمه. يمكن تصنيف الاعلان من حيث الهدف الى اعلان تعليمي، اعلان ارشادي، اعلان تذكيري، اعلان تنافسي. اول سؤال ممكن اساله لك يا كتكوت انت وهو ايه؟ هقول لك الاعلان التعليمي هو تصنيف للاعلان من حيث ايه؟ تمام تمام تمام، والله يا سلام على الناس دي، انتم بفرح بتبسط كده لما الناس تركز معايا. الاعلان الارشادي ثاني هو تصنيف للاعلان حسب الهدف، تمام. الاعلان التذكيري حسب الهدف، الاعلان التنافسي حسب الهدف. يبقى ده اول نوع من الاسئله. السؤال الثاني،
لما اقول لك الاعلان الذي يركز على اخبار وتعليم المستهلكين عن منافع وفوائد السلع هو اعلان ايه؟ تعليمي ولا ارشادي؟ ها؟ تعليمي. يبقى الاعلان التعليمي يقصد به بعلمك، بقول لك ان السلع دي متوفره في المكان كذا وكذا وكذا، اي ان السلعه بتكلم فيها عن اخبار وتعليم المستهلكين عن منافع وفوائد السلع. حلو؟ الاعلان الارشادي معناه ايه؟ ده مرتبط بالسلع الجديده اللي انت ما عندكش فكره عنها، حقائق عنها، كيفيه استخدامها ومزاياها وما الى ذلك. لما اقول لك تعريف المستهلكين بحقائق عن السلعه الجديده ومتى واين يحصلون عليها، هذا دوت تصنيف الاعلان حسب اعلان ايه؟ اختار تعليمي ارشادي تذكيري تنافسي ارشادي. الاعلان التذكيري واضح من اسمه انه بيعمل ايه؟ ها، المحافظه على استمرار تذكر وتفكير المشتري بالمنتج. لما اقول لك الاعلان الذي يسعى الى المحافظه على استمرار تفكير المستهلك بالمنتج هو اعلان ايه؟ ها، تذكيري. تمام؟ واضح كده يا شباب؟ في مشاكل؟ تمام تمام تمام. الاعلان الذي يركز على التحدث ومقارنه المنتج بمنتج الشركه مع منتجات المنافسه هو اعلان. اعلان نوع ايه؟ ها، تنافسي. ادي النوع الثاني من الاسئله. يبقى احنا عندنا كم نوع؟ طبعا في انواع كثيره حسب التقسيم، بس احنا ركزنا على التقسيم من حيث الهدف. ماشي الكلام؟ واضح؟ في حد عنده مشكله؟ كله تمام؟ كله تمام؟ ماشي، شكله كله تمام معانا، الناس نامت بس يلا. سوري كده، أنا اللي ما خدتش بالي، فأوكي. تمام؟ لحظة، عشان برضه كان عندنا كده برضه. تمام. صوت كده واضح؟ طيب تعالوا بقى دلوقتي، ده خلاص احنا قلنا نوعين الاسئله اللي جايين في الحته دي. تمام، تعال نيجي بقى العوامل المؤثره في الاعلان الفعال. في ثلاث حاجات بتاثر. يعني ايه اعلان فعال؟ يعني ايه اعلان فعال؟ اعلان فعال اي ان الاعلان حقق الهدف منه. انا عامل الاعلان عشان ازود مبيعات واعمل واعمل واعمل، يبقى هنا في هذه الحاله الهدف هنا أو الإعلان فعال هو الإعلان الذي يستطيع أن يحقق أي حاجة فعالة. في مثلا إيه؟ العمل الفعال. العمل الفعال يعني أنت حققت هدف من العمل بتاعك. النجاح الفعال حققت الهدف بتاعك. الخطة الفعالة أنك حققت الهدف بتاعك. يبقى الفعال معناه أن يحقق الهدف، أن يتم تحقيق الهدف. عشان أعمل إعلان فعال، الإعلان الفعال الهدف منه إن أنا أزود مبيعات والمنتج بتاعي يصبح على كل لسان، فضحته على كل لسان، يعني الناس كلها تتكلم عنه وما إلى ذلك. كويس؟ في ثلاث عناصر مهمين جدا لازم اخذهم في اعتباري عندما اتكلم عن الاعلان الفعال. اول حاجه التكرار. ايه التكرار؟ لازم ابث الاعلان دوت مرات عديده، عشان يعني افترض مثلا انا مواعيدي ان انا افتح التلفزيون مواعيد مختلفه، فممكن لو انت عملت اعلان مره او اثنين ما يكونش ليا فرصه ان انا اشوفه. او مره اشوفه وانا مش مركز، باكل مثلا، بتخانق مع حد، بد محاضره للطلبه، بتخانق مع الاولاد، اي حاجه فمش مركز. فانت لما تقعد تكرر الاعلان اكثر من مره غالبا هيجي مره وانا مزاجي رايق اقعد اتفرج عليه واستمخمخ منه، وممكن ايه اعمل ايه؟ ممكن اعمل ايه مثلا ايه؟ اشتري السلعه وما الى ذلك. يبقى اذا التكرار يؤدي الى تثبيت الفكره في ذهن المستقبل للرساله. يعني بيفهم الرساله، يعني بيقعد يسمع الاعلان مره واثنين وثلاثه فيبدا يعرف ايه الغرض من الاعلان وايه الاثر بتاعته، وده شيء مهم جدا. يبقى اول عامل من العوامل المؤثره في الاعلان الفعال هو ايه؟ التكرار. تمام، والتكرار يعلم الشطار. اثنين، الاستمرار. لابد ان يكون هناك فتره طويله، صح، في بث الرساله، يعني تقعد شهر، شهر ونص، تكون فتره طويله وما الى ذلك، وتكون فترات متعاقبه، يعني مثلا ايه؟ الصبح والظهر والمغرب، مثلا بعد الماتش، قبل الماتش، قبل الاكل، بعد الاكل، زي الدواء كده يعني. كويس؟ فتكون فترات متعاقبه
ليه؟ عشان دايما المستهلك يحس ايوه في الاعلان ده ماشي النهارده ليه؟ هو ده اعلان حلو، ده اعلان فيه مثلا حد بيغني، ده اعلان مش عارف فيه كذا، في حد بيعمل حركات ظريفه يعني دمه خفيف وهكذا. فالاستمرار ده مهم جدا لانه بيحافظ، بيعمل حاجتين، بيحافظ على الصله بين المستهلك والسلعه، ويخلق نوع من انواع الارتباط او الولاء بين الايه؟ المستهلك والمنتج ده. الشرط الثالث، الشرط الثالث اللي هو الوقت. لما عملوا دراسات اكتشفوا ان 70% متوسط 70% من الحملات الاعلانيه تفشل ولا تحقق الهدف منها. قد يكون احد اسباب هذا ان الشركه تعمل مثلا حمله اعلانيه لمده شهر وتلاحظ بعد هذا الشهر ان هو لم يحدث تغير في المبيعات، فتعتقد ان الحمله قد فشلت، ولكن هناك مشكله انك لا تستطيع ان تحكم على الحمله الاعلانيه او على نتائج الاعلان بعد فتره بسيطه من انتهائها، لازم تديها فتره. يبقى هو الوقت، ايه هو الوقت؟ الوقت ان الاعلان يحتاج لوقت كافي حتى يعطي ثماره المطلوبه، مع اختيار الزمن المناسب لبثه. لازم اختار توقيت قبل المسلسل، نص المسلسل، بعد المسلسل المشهور، قبل الماتش المهم، نص بين الشوطين، في اخر الماتش المهم، خلاص في مع مسرح مصر مثلا اللي هو لما نسكت فيه وراه ما الى ذلك. كويس؟ طيب. ليه احنا بنقول الوقت ده مهم؟ لان اسم السلعه نفسه محتاج لوقت ذكوره. انا هسمع الاعلان مره اثنين ثلاثه هكذا اسم المنتج، ممكن لا محتاجه مني ايه؟ ها وقت، وقت عشان اتذكر، وبالذات لما زي كده لما السن يكبر بكبير وعجوز يبقى الموضوع محتاج مني ايه؟ وقت اكبر وما الى ذلك. الحاجه الثانيه، من الصعب ان تعتقد ان المستهلك سيغير ولاءه للسلع ويتحول لمنتج بشكل سريع. لا، هتاخد وقت، صح ولا مش صح؟ هتاخد ايه؟ وقت. الحاجه الثالثه، انا والله عجبني المنتج وكان نفسي اشتريه بس الظروف الماليه لا تسمح الان، فممكن اشتريه بعد وقت تاني. خلاص؟ فلذلك ينصح عندما يتم الكلام على الوقت لابد ان يدي وقت كافي للحكم على نجاح او فشل الحمله الاعلانيه او الاعلان. طيب اختيار الوسائل الاعلانيه، خلاص كده؟ طبعا ممكن اسالك ده ازاي بقى؟ اقول لك ايه؟ العوامل المؤثره في الاعلان فعال كل ما يلي ما عدا التكرار، الاستمرار، الوقت، البتنجان. يبقى ايه؟ ايوه، اي حاجه من دول واضحه؟ تمام، جميل. نيجي بقى لاختيار الوسيله الاعلانيه. خد بالك ان الوسائل الاعلانيه هي الطريقه اللي هقدر اوصل بها الرساله الاعلانيه، المعلومات من عندي للمستهلك، انا كشركه او كمسوق يعني. فاذا اخطات اختيار الوسائل الاعلانيه البس في الحيطه يا معلم. يعني مثلا ينفع اروح لمنطقه نسبه التعليم فيها منخفض واقول والله انا عملت لكم اعلان في الجورنال؟ ينفع؟ ليه؟ لان مستوى الاميه عالي، صح؟ زي بالظبط كده ما اقول لك مثلا عامل اعلان للاطفال على منتجات الاطفال او للمنتج للاطفال، خلاص وزيعه في الراديو، الاعلان عايزين يشوفوه في سبيستون ولا في ام بي سي 3 والكلام من دوت، عايزين يشوفوه في التلفزيون في الحاجات دي، صح ولا مش صح؟ تمام؟ تمام. ايه العوامل بقى اللي بتاثر على اتخاذ القرار واختيار وسيله اعلانيه؟ اول حاجه نوعيه الهدف المستهدف اللي احنا قلناه، لما اعمل اعلان للبنات او للسيدات غير اعلان للرجال غير اعلان للاطفال. خلاص؟ الاعلان للنساء بيحبوا دايما ايه؟ الناس بيحبوا دايما التلفزيون، ما يحبوش الراديو اصلا، الرجال ممكن يحبوا الراديو، ممكن يحبوا في المجلات وما الى ذلك او في الجرائد. اما الاطفال عايزين دايما يتفرجوا عليه فين؟ ها؟ في سبيستون ولا كيج ولا ام بي سي 3 ولا طيور الجنة ولا مش عارف اسمها ايه اللي بيقولوا عليها. خلاص تمام؟ طيب. احنا بنتكلم دلوقتي على اختيار وسيله اعلانيه. الحاجه الثالثه، طبيعه المنتج وخصائصه المميزه. في منتجات ما ينفعش يعلن عنها خلاص في التلفزيون. خلاص؟ ولا يمكن مثلا يتم الاعلان عنها مثلا في النت يبقى احسن مثلا. لان الناس محتاج تفاعل ورد و و و و يعني مثلا اعلانات الشوز والاحذيه
والاجهزه الالكترونيه تلاقي على النت اكتر منها موجوده على التلفزيون، لان انت في النت في فيدباك، ممكن تعلق وممكن تقول رايك وتسال وكلام من دول، تاخد كومنت وانا يعني. التكلفه المكتسبه على التجربه الاعلانيه، والله انا شركات لا استطيع ان انا ادفع من جيبي، حلو الكلام، في تكلفه اعلان. راح اجيب مثلا محمد صلاح وميسي ويدفعوا 5 مليون دولار مثلا، ليه ان شاء الله؟ ده 5 مليون دولار دول انا كنت يعني بنيت لهم مطلع لبس ليا و10 في طول العمر يعني. كويس؟ الانتشار، لو انا عايز العين بتاعي ينتشر، استخدم التلفزيون ولا استخدم الراديو او استخدم مثلا الصحف؟ عايز الاعلان بتاعي ينتشر التلفزيون، لان التلفزيون ان جاست وان سكند كان ريتش مليون، في مجرد ثانيه واحده بيصل لملايين وما الى ذلك. طبعا برضه وقت ومكان اعلان، انا بعمل الاعلان ده فين؟ يعني مثلا في السعوديه مش من المحبذ ان اعمل اعلانات للنساء في التلفزيون، مش مسموح، صح؟ وما الى ذلك، فلكن توقيت المكان نفسه بيفرق مكان الاعلان. ده مش مهم في الاسئله قوي، المهم اللي جاي اللي هو ده كده. ما من اهم يعني الصحف من اهم وسائل، ها ايه؟ او من اهم الوسائل اللي ممكن استخدمها في الاعلان هي ها الصحف، التلفاز، المجلات، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد المباشر، الراديو. يعني ممكن اسالك دلوقتي سؤال واقول لك ان الصحف من اهم وسائل التي يمكن استخدامها في الاعلان، في ايه؟ الاعلان وتنشيط مبيعات والانباع الشخصي والعلاقات العامه. الاجابه تونس، الاعلان، صح؟ تمام. شفت الصوره دي ازاي؟ قال لك التلفاز او المجلات يعني من اهم وسائل يمكن استخدامها في اختار تنشيط مبيعات، الانباع الشخصي، الاعلان، و العلاقات العامه، اختار ايه؟ اختار ايه؟ ايوه انت من النت عندي برضه كتير، زي الفل. تمام شكرا، تمام كله كده زي الفل. انا يعجبني بقى الناس المركزه المصحصحه، يعني اللي شاطره بيكس يعني. كويس، عارف السؤال كده ازاي؟ ده السؤال بقى في الجول دوت هيبقى سؤال من الحاجات دي. نيجي بقى لتاني عنصر من عناصر المزيج الترويجي اللي هو ايه؟ تنشيط المبيعات. وحد الله، السلام على الايمان كده، انا احب الناس المؤمنه دي والله، الناس طيبه كده، ربنا يبارك لنا فيهم كده ان شاء الله. بص يا مؤمن انت اهو، تمام، بص يا مؤمن انت اهو، فاكرين يوم 31/10 ايه اللي حصل في الرياض؟ بجد مش فاكرين؟ السيل الكبير الاكسترا، مش كان في سيل اكسترا عاملين عروض 50% و70%؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده الدنيا كانت زحمه يا زحمان. لا ده كانت الدنيا زحمه وزي الفل، صح؟ انت نسيت ولا ايه؟ من كله اشترى، اللي راحت اشترت لها تيتش ماشين، واللي اشترت لها بتاع الجرانيت ده، وفاء من الجرانيت، واللي راح اشترى، صح ولا صح؟ يا سلام، هو بتروح تحفيضات؟ ماشي، انا بروح تحفيضات، تمام، يعني ده على الناس الاغنياء والكويسين، زي الفل، ماشي. يعني احنا استغلنا هذه الفرصه، واللي اشترى عندي بقى من الاولاد اشتروا بيضات، واللي اشترى والاخت اشترت كل حاجه في المطبخ، حاجات كتير ما اعرفش ايه هي، انا كنت بدفع خلاص، وانا الوحيد ما اشتريتش حاجه، ما عنديش حاجه اشتريها يعني. طيب ما الناس اللي هو جوازه الجواز وامنا صح، يعني ربنا يوفقكم ويبارك لكم ان شاء الله ويتمم لكم على خير. ده كلام جميل زي الفل. يبقى انا دلوقتي ده بنسميه تنشيط مبيعات. يعني ايه تنشيط مبيعات؟ معناه ان انا بزود، ادي خصومات وعروض و و و و عشان ها ابيع، ازود مبيعات واتخلص من المخزون اللي عندي، لان في موديلات جديده جايه وما الى ذلك، صح ولا مش صح؟ ها تمام كويس. التنشيط مبيعات في ميزه كبيره جدا، اللي هي تربط المستهلك بالمنتج دوت او بالماركه دي وتخليه يشتري. نشوف بقى ايه المكاسب التي تنتج عن تنشيط مبيعات او اعتماد الشركه على تنشيط مبيعات او المسوق على تنشيط مبيعات. واحد، استماته السلوك الشرائي واثاره اهتمام المستهلك او المستعمل الصناعي بالسلع. يا سلام، اول واحد اسمع يقول لك الحق ده في يوم 31 في سيل كبير وفي خصم 50% او 70% على الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه وما الى ذلك، الكل يبدي خلاص، اللي ما كانش بيفكر يشتري يشتري، يعني انا ما كنتش بفكر اشتري، صح؟
صحوني من النوم، يلا يا عم الحاج تعالى نشتري حاجات. حاجات ايه يا جماعه؟ ملوش لازمه. لا والله نشتري، اللي عايز موبايل واللي عايز مش عارف ايه، فتدبسنا في مبلغ كبير خلاص. فهنا بيخليك تستميلك انك انت ويثيرك انك انت تشتري. الرجاله كلها واقفه يعني، كله اصغر واحد لاكبر واحد. لا خلاص، تحس ان كده انا عاجبهم الكبير دلوقتي، لما قلت لهم لا ممكن يتخلصوا منه. الحاجه الثانيه، تطور المبيعات ده بيؤدي الى زياده معدل الاستهلاك. يعني مثلا اقول لك والله انا عملنا خصم مثلا على الزبادي، العلبه الكبيره خلاص كانت هي ب 12 بقت ب 5، نجيب علبتين، يبقى انا كده زودت. انا كنت باخد علبه مثلا في الاسبوع، جبت علبتين او جبت عصير مضاعف. ليه؟ لان يعني في عرض، والعرض هنا فرصه ان انا اشتري، فبالتالي بتغير نمط الاستهلاك بتاعي وخليك تستخدم كميات ايه اكبر. تمام؟ طبعا احنا قلنا بيحث المستهلك على شراء السلعه واستعمالها وتجريبها. ده منتج جديد، ماشي الكلام، انك بتلاقي منتجات جديده، فالحق يا معلم جرب تعالى خاص ونشوف هي كويسه ولا مش كويسه. المبيع الوسطاء بقى اللي هم تجار التجزئه وتجار الجمله بيقدروا يستفيدوا ان هو يخلصوا من كميه المخزون اللي عندهم من السلع والخدمات ديت، بدل ما تلاقي عندهم محدش يشتريها، يباعها بتكلفه او مكسب او ربح قليل. ده تنشيط المبيعات اصلا كمان بيستخدم اساسا في تقديم المنتجات الجديده اللي دايما بتقدم بسعر اقل من سعرها، عشان المستهلك يبقى عنده فرصه ان هو يجرب. خلاص لو لقى كويسه يبدا بعد كده يشتريها بسعرها العادي لما تنزل بسعرها العادي. واضح يا شباب؟ نيجي بقى الحته المهمه، اهم يا ابني يا بنتي، انا بقول الحاجه اللي فيها مهم بقول عليها. اهم وسائل ترويج المبيعات المتبعه في مختلف منظمات العمال، ماشي؟ توزيع العائلات المجانيه دي احد وسائل ترويج المبيعات، اوزع عائلات مجانيه. صح؟ دي بتبقى موجوده مثلا في كارفور وفي المحلات والهايبر باندا، بتلاقي مثلا بعض المنتجات، يعني مثلا شركه تنتج جبنه تقدم نوع جبنه جديد فهو تسرع في تجربه وكذا. الكوبونات دي من احد الطرق، بدي كوبونات مثلا شركه ب 500 ريال اديك كوبون مثلا 150 ريال. الرعايه معناها ان تلاقي مثلا جهه معينه هي اللي فرع مثلا حدث ما او ايفنت ما، مثلا يقول لك مثلا والله دي بالهامز هو اللي بيراعي مثلا، او الراعي لحفل مثلا مسابقات الجمال في الرياض. ماشي الكلام؟ طبعا للرجال مش للنساء. مثلا انا نرى المعارض. الصوت واضح؟ لا، العائلات المجانيه غير الهدايا. العائلات المجانيه غير الهدايا، اسمها عينات مجانيه، اسمها فري سامبل، غير الجيفت. دي حاجه ثانيه، الجيفت ديت بتاخد وقت تشتري السلعه او تقدمها لك بتاع السلعه. المعارض التجاريه طبعا احنا عارفينها، طبعا تخفيض اسعار، نبيع بسعر ايه؟ قليل، بنقدم هدايا. نعمل مسابقات بقى، زي خدت مره مسابقه مع اكسايت او ساكو مش فاكر، سبع خمس عربيات تسحب، اقدم عليهم في المسابقه اللي هي مش فاكر العربيات ايه، عربيات 4 باي 4 بان او حاجه، وانا قدمت خمس كوبونات مرتين ثلاثه، وبنتي قدمت سبعه، وحياتك ما خدم ولا كسبنا ولا اي حاجه. وفي سحابات للنصيب بس دي مش موجوده عندنا في الدول العربيه والدول الاسلاميه. يجي السؤال ازاي؟ اقول لك العينات المجانيه تبع الاعلان، وسائل الاعلان ولا بيع شخصي ولا ترويج مبيعات ومش مبيعات؟ ها؟ اللي نصيب ده حاجه زي ال نصيب نصيب يعني تعليق مش وقته بقى، اللي نصيب ده حاجه زي القمار كده او مش القمار، انك انت تشتري ورقه وتاخد عليها سعر سحب، ولو كسبت تكسب مليون ولا حاجه، ده اسمها نصيب. مش موجوده في الدول الاسلاميه طبعا بتعمل ايه؟ عارف السؤال يجينا ازاي؟ ها خلاص؟ الكوبونات دي احد ايه؟ ها؟ الكوبونات دي احد ايه؟ وسائل ايه؟ ها؟ يا سلام طويل النجاح. نيجي بقى ثالثا اخر حاجه اللي هو البيع الشخصي. البيع الشخصي سيادتك لما تروح اكسترا وتمشي كده تقرب بس من ناحيه الموبايلات، هتلاقي في اخ او اخت جايه لك كده اللي هو العامل رجل البيع اللي موجود. حضرتك تأمرني يا فندم، حضرتك تطلب ايه؟ عايز ايه؟ كلام صح ولا بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ها؟ ده اسمه البيع الشخصي. انك تقابل احد مسؤول عن المبيعات يبدا يكلمك، تقول له والله بص يا معلم بقى، انا الميزانيه بتاعتي مثلا 500 ريال وعايز موبايل يعني فل الفل، انت انصحني بقى. يقول لك والله في كذا وفي كذا وفي عليه عرض كذا وفي كذا، ودي مواصفاته كذا والريزولوشن كذا والبروسيس بتاعه كذا، يبدا يحكي لك كل المعلومات الفنيه المتعلقه بالماركات اللي عنده، ويرشح لك الافضل على حسب ظروفك. وبعدين تقول له لا مش عايز ده، مش عاجبني ده، في واحد ثاني، ده في منه الاسود في منه الازرق وفي منه وهكذا.
ده البيع الشخصي. تعريف البيع الشخصي مهم. الاتصالات الشخصية الهادفة إلى إخبار المستهلك وإقناعه بعملية الشراء المنتج أو أي شيء يمكن أن يحقق إشباعه لحاجاته وإرضائه. يعني أنت لو تقعد مع رجل البيع مش هيسيبك، بيبقى ماسك فيه إيديك وأسنانك، بيعضك مش هيسيبك إلا لما تشتري السلعة. ممكن يقتلك لو ما اشتريتش السلعة، بيحاول بكل طرق يقنعك ويغريك إنك أنت تشتري السلعة، طبعا هديك خط لأنه ساعة، طب هدعي لك في الحرم كده يعني، المهم في الآخر يشتري يا عم ربنا يكرمك يعني. كويس. أهم حاجة في البيع الشخصي الإعلان هو اتصال من طرف واحد، صح؟ يعني الراجل بيعمل الإعلان، بيعمل إعلان وأنت قاعد تتفرج، ما لا بتعرف ترد عليه تقول أنت كذاب، لا أنت كذاب مش صحيح، لكن في البيع الشخصي ممكن تقول لا أنت بتقول غلط، لا المنتج كده مش كويس، لا المنتج كده غالي، فتاخد تدي معاه. ففي الميزة في البيع الشخصي إن القدرة على معرفة ردود الأفعال، الناس عاجبها الحال ولا مش عاجبها الحال، هيوافقوا على المنتج ولا مش هيوافقوا على المنتج، وبالتالي يبرز هنا دور رجل البيع، هل عنده براعة في الإقناع والمعاملة ولسانه كويس ويتكلم مع الناس، اللي بنسميه سويت تانج اللي هو لسانه حلو يتكلم مع الناس ويغيرهم ويقنعهم وما إلى ذلك. إيه ماذا البيع الشخصي؟ أول يؤدي البيع الشخصي إلى أن يقع مثل البيع الفعلي للمنتج. حلو؟ لما أقول لك البيع الشخصي يؤدي إلى إجراء عملية البيع الفعلي للمنتج، صح ولا غلط؟ ها؟ تمام يا شباب، الصوت واضح؟ الصوت اوكي، الناس خلاص رجعت تاني، رجعت لعقلها وسمعت تاني. كويس، يبقى انا هنا بقول تاني، هقول تاني اهو السؤال هيجي لنا ازاي، يؤدي البيع الشخصي، انا بتكلم على مجال البيع الشخصي، يؤدي البيع الشخصي الى اجراء عمليه البيع الفعلي للمنتج في نفس اللحظه، صح ولا غلط؟ ها؟ صح، انك انت بيتم الاعلان الاتفاق على طول بينك وبين رجل البيع، طالما اقتنعت تشتري على طول وما الى ذلك. لكن لو انت في الاعلان اقتنعت لسه بقى على مروح والبس، وانا ممكن اروح اغير رايي واتخانق مع زوجتي ولا مش جايب لك الكبش الماشين دوت وكل سنه. البيع الشخصي صح رقم 2 هو الذي يبحث عن المشترين المرتقبين في اماكنهم لغرض اقناعهم. انت اول ما توصل للاكسترا وتهوب تقرب بس، تقرب بس خلاص خلاص، هتقرب بس عند الموبايلات هيقول لك ايه؟ ايوه يا فندم عايز ايه كلام ايه يقعد؟ خلاص؟ رقم 3 برضه صح ولا خطا؟ البيع الشخصي يقدم المشاريع الفنيه لبعض انواع السلع، هنقول صح. رقم 4 يقوم رجل البيع الشخصي بمحاطه اقناع عمليات عمليات الشراء، هنقول صح. اتصال مباشر مع العملاء يساعد على ردود افعالهم تجاه السلع، هنقول صح. السؤال هيجي لنا صح وخطا في هذا الامر. اخر حاجه اللي هي العلاقات العامه، هي جهه مسؤوله في الشركه تدافع عن الشركه وتحسن صورتها وتجاوب عن اي اسئله واشاعات يقول عليها او تصل للشركه من الجمهور او من جهات حكوميه وما الى ذلك. المهم هي في الاخر تدافع عن الشركه وتحسن صورتها وهي متحدث الرسمي زي ما بيقولوا عن هذه الشركه. وهنا نكون قد انتهينا من المنهج. شكرا، واشوفكم ان شاء الله في محاضره الوجع يوم الاثنين القادم ان شاء الله في خير ان شاء الله باذن الله. في رعايه الله، وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم امين وشركه كلكم ان شاء الله. Thank you.